40 دولة في مواجهة داعش. طبعا واضح جدا ان امريكا بتدلل حركة داعش لأبعد الحدود. شفنا قبل كده كلام الرئيس الامريكي لازم نصبر، طيب معلش شوية قدامنا حرب طويلة، اللي يشوف يقول انه هيحارب المانيا ولا هيحارب روسيا او هيحارب الصين، ده هيحارب حركة محدودة جدا. لكن كلام اوباما طول الوقت ان هو داخل يعني دخلة كبيرة جدا، فلازم نصبر ونتحمل وهناخد وقت عشان هنحارب مين؟ هنحارب داعش. لما نشوف الكلام الجديد، امريكا بتعمل تحالف من 40 دولة لمواجهة داعش. 40 دولة هيتجمعوا تحت رئاسة امريكا علشان مواجهة حركة داعش. ده كلام الخارجية الامريكية. طبعا لو في طفل مش ممكن يدخل في دماغه ان امريكا ومعها اوروبا ومعها دول كتير عربية ودول كتيرة أسيوية، 40 دولة جايين علشان يحاربوا حركة داعش، ده كلام ما يخشش الدماغ. نمرة 2، جون كيري جاي زيارة السعودية والأردن عشان تنسيق هذا التحالف، لأن طبعا داعش ضغط بقوة على السعودية الشقيقة وعلى دولة المملكة الأردنية الشقيقة، وبالتالي هم في أمس الاحتياج وإحنا معاهم لمقاومة حركة داعش. فجون كيري جاي يشوف هذا التنسيق مع 38 دولة أخرى. مسؤولين في البيت الأبيض بيقولوا إن البيت الأبيض إدارة أوباما هتقعد مع كل أعضاء الكونجرس الأمريكي كلهم علشان تشرح إزاي هنقاوم داعش. بدأنا كده يعني جزء كوميدي، إن البيت الأبيض هيقعد مع كل الكونجرس يشرح إزاي هيقاوم داعش. 40 دولة برئاسة أمريكا لمقاومة داعش، وبكرة أوباما هيقول كلمة لشرح الخطة الأمريكية لمقاومة داعش. طبعا واضح قوي حجم التمثيل اللي في الموضوع، واضح قوي حجم استثمار أمريكا واستخدامها لورقة داعش في المنطقة، لأن هي اللي سابت داعش تصل لهذا الحجم. في كلام عن دعم استخباراتي، دعم مالي من قطر، يعني أمريكا في النهاية لحركة داعش. وبعدين بعد شوية دلوقتي هنعمل تحالف دولي من 40 دولة علشان نواجه داعش اللي هناخد معاها وقت طويل جدا. واضح قوي حجم التمثيل وحجم التواطؤ الأمريكي والدولي في نمو داعش إلى هذا الحد، وإنها تكون أداة لجذب أمريكا مرة أخرى للمنطقة. في خبراء بيقولوا الكلام ده، طبعا كلام سطحي ما يخشش في دماغ حد، إن بجد ييجوا عشان خاطر داعش. الهدف روسيا والصين، دي حرب باردة جديدة زي الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، دي حرب باردة بين أمريكا وبين روسيا والصين معا. فهم بيقربوا عليهم، بوتين قرب على القرم في أوكرانيا، هم كمان بيقربوا لكن للأسف عندنا في سوريا والعراق. داعش خلتنا خط تماس للحرب الباردة الجديدة بين أمريكا وروسيا والصين. يبدو الأمر أنهم متطرفين ضد عموم السنة والمسلمين في المنطقة، لكن في الواقع دي ورقة لوجود أمريكا والغرب في إطار حرب ندعو الله إن إحنا ربنا ينجينا من أبعدها.